السلام عليكم متابعينا الكرام، رائحة نفاذة وقوية ولكن فوائده لا تعد، فهو بمثابة مضاد حيوي قوي للجسم يمده بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها، وله العديد من الألوان ولكن فوائده واحدة، يتم وضعه على موائد المصريين أثناء تناولهم لوجبة الإفطار بجوار طبق الفول. نعم إنه البصل. هل تعلم يا عزيزي أن تناولك للبصل أثناء وجبة الإفطار يوميا فأنت تقوي جهازك المناعي وتحد من إصابته بالسرطان؟ هذا ما أكده الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة، وأضاف أن تناول البصل يوميا يمد البشرة بالكولاجين المهم لصحة البشرة، والذي يعمل على تقليل فرصة ظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد، لذا لا تتردد في تناوله. ونظرا لاحتواء البصل على مضادات الأكسدة المهمة للجسم، فهذا يجعله أفضل الأطعمة على الإطلاق في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان المعدة والقولون، كما أنه يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله. هذا ما أكده استشاري السمنة والنحافة. من الفوائد الغريبة للبصل أنه يقوي عملية الهضم ويحد من الإصابة بمشاكل في المعدة والقولون، وينظف المعدة والأمعاء والقولون من السموم المتراكمة، وينصح بتناول البصل في وجبة الإفطار مع الفول. هذا ما نصح به. له نكهات مميزة قوية ونفاذة، بالإضافة لبعض الخصائص الطبية. تختلف أنواع البصل في أحجامها وأشكالها وألوانها، لكن الأنواع الأكثر شيوعاً بالأسواق هي البصل الأحمر والبصل الأصفر والبصل الأبيض، والتي يتراوح مذاقها بين الحلو إلى الحاد والحار، والذي يعود في كثير من الأحيان إلى الموسم الذي ينمو فيه البصل ويتم استهلاكه. وتعد الصين من أكبر المنتجين للبصل في جميع أنحاء العالم، وقد عرف أن تقطيع البصل قد يسبب إدماع العيون، وهي من الأمور غير المرغوبة. يعرف أن البصل الني يخفض الكوليسترول الضار، وبالتالي يحافظ على صحة القلب. يساعد فيتامين سي الموجود بوفرة بالبصل الني، بالإضافة للمواد الكيميائية النباتية الأخرى الموجودة في البصل، ببناء وتعزيز صحة جهاز المناعة. كما يساعد في تكوين الكولاجين المسؤول عن صحة الجلد والشعر. يعد مركب الكيرستين من المركبات القوية الموجودة في البصل، حيث إنه يلعب دورا هاما في الوقاية من مرض السرطان، وبالأخص سرطان المعدة والقولون. مادة الكروم الموجودة في الخضروات الجزرية مثل البصل تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. يعد المزيج المكون من عصير البصل والعسل الذي يجعل هذا الخليط ذو رائحة أقل نفاذية، فعال عندما يستخدم كعلاج للحمى والبرد والحساسية. حمض الفوليك الموجود في البصل يساعد بتحسين حالة الاكتئاب، ويساعد على تحسين النوم والشهية، يساعد في وقف أو إبطاء نزيف الأنف.